مواطنوها في مسيرة شعبية داعمة لمسار الانتخابات والجيشين. ردد المشاركون البارحة بالمسيرة شعارات تدعو للمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي يوم الخميس. مساندة للجيش الوطني الشعبي، هذا الجيش سليل، جيش تحرير الوطن، جيش تحرير الوطني، يحيي الجيش الوطني ويحيي الرجال. نقول الاتحاد الأوروبي، الجزائر خط أحمر، الجزائر أكبر منك يا فرنسا، الجزائر أسود، وبهذا إن شاء الله الخرجة المباركة ستكون يوم 12 ديسمبر عرس الجزائر الجديد. داعمين لقرارات المؤسسة العسكرية الذي الدرع الحامي للوطن والمهم جدا في حفاظ على الأمن والاستقرار. الوقوف لهذه الشرذمة التي تحاول جر الجزائر إلى المستنقع المجهول وإلى العنف والفوضى، والحمد لله هناك ناس خيار في الجزائر واقفون من أجل هذا الوطن ومن أجل شعبه العزيز. المؤسسة العسكرية قائمة بدورها كما ينبغي، ولهذا نطلب من الشعب الجزائري، نطلب من الشعب الجزائري التوحد وتفويت الفرصة على أعداء الوطن.